وللوقوف أكثر على تداعيات وتوقيت حادث تفجير مدينة الصدر في بغداد والذي راح ضحيته العشرات، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميضعي. أهلا بك معنا سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيد لبيد. بداية، ما هي قراءتكم لما حدث أمس في مدينة الصدر من تفجير أودى بحياة العشرات؟ من هو المتهم الأول بتنفيذ هذا التفجير وما سر التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا، وأهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وأهنئ جميع مشاهدي قناتكم الفاضلة. بالنسبة للتفجير الذي حدث في سوق اللوحيلات في مدينة الصدر، هذه ليس أول مرة يحدث، ففي تكررت التفجيرات في عدة مناطق، وأنا أعتقد أن هذه التفجيرات ستتكرر أيضا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات. هناك صلة وثيقة بين ما حدث وبين الأحداث القادمة أو الأحداث الراهنة. نحن نتكلم عن أحداث وأخبار لها صلة فيما يتعلق بالتيار الصدري والمزاعم انسحابه من العملية السياسية، أو هذه المسرحية التي تفاجأنا بها أو لم نتفاجأ بها، لأننا في كل انتخابات تحدث مثل هذه المفاجآت من زعيم التيار الصدري. هناك أيضا سيناريو لتسخين الملف الطائفي. نحن نعلم أن كل حادث إرهابي هناك محاولة جادة في لربط هذه الأحداث في بتنظيم الدولة الإسلامية، والهدف منها بالحقيقة ليس التنظيم نفسه، وإنما الهدف أنه ما يدعون بأنه حاضنة للتنظيم الدولة. إذن فالقراءة، هناك قراءتان أساسيتان بالحقيقة. هناك ربط بين الحادث التفجير وبين الانتخابات المقبلة، وهناك أيضا ربط، هناك أيضا تسخين، نحن مقبلون على تسخين، في كل الأحوال مقبلون على تسخين الملف الطائفي. نعم، يعني كيف يمكن للتيار الصدري الاستفادة من هذا النوع من التفجيرات؟ لو توضح لنا أكثر سيد لبيد. نعم، بالنسبة للتيار الصدري، هناك التيار الصدري يعاني من حالة تراجع في جماهيريته. لماذا؟ لأن التيار الصدري انتكس من خلال الانتكاسات التي حدثت في الملف الصحي، لأن التيار الصدري كما نعلم هو المسؤول الأول عن وزارة الصحة، ووزارة الصحة، مؤسسات وزارة الصحة لا سيما المستشفيات، كما حدث في مستشفى ابن الخطيب وقبله بعامين مستشفى اليرموك، هنا حدث حريق، وأخيرا حديث حريق الذي حدث في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية، وكذلك متزامنا معه في مقر وزارة الصحة نفسه في أحد أقسامها وعدة أقسام منها في مدينة الطب. هذه الحرائق يعني أوضحت للناس بأن التيار الصدري تيار فاشل لا يستطيع أن يدير وزارة الصحة، ودب به الفساد، وهو غير مؤهل لإدارة بلد، فكيف به أن يتزعم العملية السياسية ويحصل على عدد كبير من المقاعد في البرلمان؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك مصادر تؤكد بأن إيران تحاول أو سحبت يدها من التيار الصدري، وتحاول أن تستبدله بتيارات أخرى أكثر ولائية لإيران. لذلك فمقتدى الصدر استبق هذه الأحداث وتنصل عن العملية السياسية، لأنه يعرف مسبقا بأنه وزنه سيكون ضئيلا في العملية القادمة إذا خاض الانتخابات. فهذا لذلك القراءة تقول بأن هذه التفجيرات وما مقبلون عليه أيضا من أحداث كبيرة من هذا القبيل، الهدف منها هو قلب الطاولة على الجميع وعرقلة حدوث الانتخابات. يعني مقتدى الصدر يرى أن من غير صالحه أن تحدث الانتخابات، فهذه الهزات والحرائق التي تحدث كل يوم أو كل أسبوع، الهدف منها القول بأن الانتخابات غير ممكن
إقامتها في هذا الظرف. يعني هذه المذابح البشرية وفي وقت زمني قصير، من كما ذكرت مستشفى ابن الخطيب إلى مستشفى الحسين وأخيرا بتفجير مدينة الصدر، ما زالت تقرأ من قبل الحكومة في سياق ما يسمى الإرهاب. بالنسبة للشارع العراقي والرأي العام في العراق وخاصة ذوي الضحايا، هل سيقبلون أو هل باتوا قادرين فعليا على القبول بالرواية الحكومية عن ما يسمى بأن الإرهاب هو من يستهدفهم فعلا؟ بالتأكيد لا، العراقيون ملوا من تعليق الانتكاسات الأمنية على شماعة الإرهاب، يعني هذا كلام انتهى أوانه، لأن الحكومة نفسها والحشد الشعبي والميليشيات بكل مسمياتها، القوات الأمنية كلها احتفلت بهزيمة داعش. يعني عندما يقولون إرهاب هم يقصدون بالتأكيد إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية، وهم أنفسهم الذين أعلنوا منذ عامين 3 أعوام بأن تنظيم الدولة أصبح عبارة عن فلول مهزومة في صحراء المنطقة الغربية. فكيف يثيرون المسألة من جديد ويحاولون تبرير هذه الانتكاسات ويحاولون أن يقنعوا المواطن العراقي؟ المواطن العراقي أصبح أكثر وعيا من ذي قبل، وأدرك أن أدرك تماما بأن الحكومة تكذب والحكومة غير قادرة على إدارة الملف، وأدرك تماما بأن الاغتيالات التي حصلت في 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 ساحة التحرير وفي ساحات التظاهر في ساحات تشرين قامت بها الميليشيات والحكومة هي التي كانت المتواطئة، وهذه أعمال إرهابية 100%. لكن الحكومة رغم رصدها لهذه الأحداث ورغم وجود كاميرات متطورة تسجل كل صغيرة وكبيرة وتعرف من القاتل ومن ما هي المجموعات الاغتيال وفرق الموت، إلا أن الحكومة تغافلت عنها. الشعب العراقي فقد ثقته نهائيا بالحكومة وبكل بيانات الحكومة، لذلك فهذه التبريرات وهذا التعليق كل هالانتكاسات على شماعة الإرهاب لن يمر ولن يعبر على يعني العقل العراقي. سيد لبيد، نعم. هناك من يرى حتى هذه الاتهامات الحكومية لتنظيم داعش أو لمنظمات تعتبر إرهابية بأن هذه الاتهامات ليست بريئة، ويعني الهدف منها لربما التهجير والتغيير الديموغرافي، خاصة يعني أن مع كل تفجير يحدث في بغداد تتعالى الأصوات الطائفية متهمة منطقة الطارمية بهذا التفجير ومطالبة بتهجيرها على غرار نموذج جرف الصخر، كيف ترى ذلك؟ نعم، الطارمية منذ عدة أشهر، يعني منذ نحو عام، الطارمية أصبحت الهدف رقم واحد بالنسبة لي لأصحاب المشروع الطائفي وفي مقدمتهم الميليشيات التي يتألف منها الحشد ما يسمى الحشد الشعبي. الطارمية مؤهلة لأن تصبح نسخة ثانية من جرف الصخر، لذلك فتسخين الملف الطائفي، تسخين المشهد الطائفي من جديد هو يخدم هذا السياق، يخدم السيناريو التحويل منطقة الطارمية إلى منطقة فارغة أو منطقة بالحقيقة هي عبارة عن مناطق وقواعد للميليشيات التي ستستضيف القواعد والمصانع الحرس الثوري كما هي الحال في جرف الصخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا ما حدث ونجحوا في إقامة انتخابات في شهر العاشر القادم، فإن من مصلحة جميع القوى الطائفية خصوصا الميليشياوية وممثلي الميليشيات في البرلمان في القوى السياسية، من مصلحتهم إثارة الملف الطائفي. لماذا؟ لأن هذه القوى الطائفية تحتاج بالحقيقة على 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 تسخين وإذكاء الفتنة الطائفية في داخل المجتمع من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات، الناس البسطاء الذين يحتمون يعتقدون بأن هناك فتنة وهناك خطر طائفي قادم من جديد. إذن عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميضعي، كنت ضيفا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.